النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، والفيلم اللي هنعمله مراجعه هو فيلم رامز بوي الجزء الثاني. الفيلم من بطوله كاتي هولمز من اخراج ويليام براد بيل، ده نفس المخرج اللي كان عامل الجزء الاولاني بتاع فيلم ذا بوي، وكان عامل ستاي الايف، وكان عايز ايه؟ مش فاهم. ممكن اشتغل؟ ماشي، حاضر، هجيب لك. حاضر والله، خلص بس اشتغل وبعدين. بتدور احداث الفيلم بعد عيلة شون وليزا بينتقلوا ويروحوا مكان تاني علشان يستقروا هناك، ومعاهم الطفل جود. الطفل جود حصل له في الاول حادثة وبعد كده فقد النطق. جود لما بيستقر في مكانه الجديد في يوم من الايام لقى دمية مدفونة في الغابة، ولما لقى الدمية المدفونة يا عم ايوه هو انت هو ايوه هو انت هو انت لو اجود لا ايوه هو انت اهدى بقى ايوه دورك جه اهدى بقى انزل. لقى الدميه مدفونه في الغابه واعجب بيها جدا، وقرر ان هو ياخدها معاه البيت، لان الولد اعجب بيه جدا، لان ده اعتبر ان برامز يعتبر صديقه الوحيد، عشان كده اعجب بيه جدا. نوعية الأفلام دي صراحة مش بتيجي معايا سكة خالص، يعني بحسها تشيب جامب سكيرز جدا، لأن مش أنا عن نفسي مش بحب أصنفها إن هي ممكن تكون فيلم هورر. يعني بحس إن ذا بوي شبه أنابل، شبه تشاكي، يعني بحس إن نوعية الأفلام دي من حيث الرعب والجامب سكيرز والكلام ده كله بحس إن هو غريب، مش بحس إن بيبقى فيه رعب خالص أصلا. المشكلة كمان إن حتى القصة بتبقى مهروشة جدا، مهروشة جدا جدا، ولحد لاخر الفيلم بتبقى عارف ان الفيلم هينتهي على ازاي، يعني بنسبه، يعني حتى لحد اخر الفيلم بتعرف ان الفيلم هينتهي على ايه. يعني نوعيه الافلام بتاعت الدميه دي زي انابل وتشاكي وذا بوي، يعني بنسبه 95%، عشان مش عايز اقول 99%، بنسبه 95% بتبقى هرش النهايه، والنهايه دايما بتبقى اوبن اندنج. اصلا معلش يعني الناس المقيمين على العمل اللي بيعملوا الفيلم، لما فيلم زي ده او فيلم زي انابل او فيلم زي تشاكي يجيب لهم 30 و40 و80 و100 مليون، يعني معلش يعني اكيد هيخلصوا الفيلم اوبن اندنج، يعني اكيد طالما يقول لك الناس عجبهم الفيلم يلا نزود، يلا نحط جزء تاني، يلا نعمل جزء تالت، يلا نعمل اوبن اندنج، يلا نعمل ساجا، ندخل كونجرينج، ندخل مش عارف ايه، يلا نعمل نرجع في الزمن تاني وبعد كده نرجعهم تاني. ممكن اللي شويه مقبول، مش بقول ان هو حلو، يعني اللي شويه مقبول فيلم انابل، فيلم انابل علشان مرتبط بفيلم ذا كونجرينج مش اكتر. يعني انا حبي حبا في فيلم كونجرينج اصلا، مش في حب انابل، لان انا من وجهه نظري شايف ان خلاص يعني سلسله الفيلم ده بتاع ذا كونجرينج انا حسيت ان هو بقى بتقع بطريقه غبيه، يعني بتقع بطريقه مش طبيعيه، لان بقت عباره عن فيلم خلاص اللي هو فيلم بيحطوه خلاص وعشان يجيب فلوس مش اكتر. يعني مثلا مفيش احترام لعقليه المشاهد، مفيش افلام، ما بقتش فيه يعني فاكرين ذا كونجرينج الجزء الاولاني كان حلو ازاي؟ ذا كونجرينج الجزء الثاني كان حلو ازاي؟ انا عن نفسي ذا كونجرينج من اكتر الافلام اللي اتفرجت عليها في حياتي اللي اعرف فعلا يخضني، لان انا صعب جدا لما اتفرج على فيلم واتخض. العاب ممكن، العاب انا اتخض في الالعاب جدا، لكن افلام نادرا جدا لما اتفرج على فيلم وفعلا يخضني. انما انا شايف ان سلسله ذا كونجرينج كلها اخر ثلاث او اخر افلام انابل اصلا كانت وحشه جدا جدا، وبعد كده دخل علينا فيلم ذا نان، كان فيلم يعني زباله زباله، ما شفتش كده بجد، حرفيا ما شفتش كده. انا بقيت بحس ان فعلا الافلام دي كلها بتبقى شبه بعض، يعني انا حاسس ان ذا بوي هو شبه انابل، يعني مش شايف اي جديد، يعني هو انا شايف ان هو مع اختلاف شويه في القصه. برده حتى الخضات ما فيش خضات برده، ولا في رعب ولا في اي حاجه، وما زودش اي حاجه عن الجزء الاول. الجزء الاولاني كان برضه فيلم نفخ كده، شبه الجزء الاولاني بتاع ذا بوي. هو ما كانش فيه اي حاجه، يعني ما فيش اي رعب، ما فيش اي قصه، ما فيش اي بدنجان، وفيلم ساعه ونص اصلا انت قاعد يعني خلاص يعني بتتخنق. عملوا جزء ثالث للفيلم ده، هيبقى يعني صباح التخلف وصباح الضحك على الناس، يعني عشان يلموا فلوس مش اكتر. يعني قيم الفيلم برامز ذا بوي الجزء الثاني هو 3/10. ايوه فيلمك مقرف، انت بص لي فيلمك معفن مش حلو، اضحك على الناس، فيلم ما فيش جامب سكير، ما فيش اي حاجه، فيلم وحش. تروح فين بس؟ تعالى هنا، فيلم وحش. انا بقول يا عم، انا بقول لك فيلم وحش، انزل بس، انزل فيلمك الجزء الثالث، الجزء الثالث هيبقى حلو ان شاء الله ان شاء الله.
بس دي كانت اخر حلقتنا، اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير، وما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي.